بعض من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في العاصمة المصرية القاهرة، وكذا جملة من الصحفيين والمثقفين جاءوا أمام السفارة الفرنسية في القاهرة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفرنسي بعد الهجمات الدموية التي تعرضت لها باريس الجمعة. رسالة سلام يبعث بها المجتمعون هنا مفادها أن الوحدة بين الشعوب على اختلاف دياناتهم هي الخطوة الأولى في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية التي لا تفرق بدمويتها بين أحد. يورو نيوز التقت السفير الفرنسي أندري باران وسألته عن تأثير الهجمات الأخيرة على مستقبل المسلمين في فرنسا، خاصة وأن باريس لطالما كانت رمزا للتعايش. السلطات الفرنسية والشعب الفرنسي امتازت دائما ردة فعلهم بالكثير من الحكمة والاعتدال، وهذا بتجنب أي شكل من أشكال الانحراف والخلط، وأعتقد أنهم سيستمرون على هذا المنوال هذه المرة، وأن الفرنسيين مرة أخرى كما قلت سيخرجون أقوياء في قناعة أنه من الضروري محاربة بدون هوادة الإرهاب. لا أعتقد أن الفرنسيين سيستسلمون للخلط بين المسلمين والإسلام مع هذه النظرة القاتمة للإسلام التي يمثلها الإرهابيون والتي يمثلها بالخصوص تنظيم داعش. أهرام مصر أنيرت بأعلام البلدان الأربعة التي تعرضت مؤخرا لهجمات داعش، وهي مصر ولبنان وروسيا وفرنسا.